أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج آخر طبعة. ملفات عدة ركزت عليها الصحف العربية والأجنبية لهذا اليوم: الخلافات الخليجية العدوان على غزة ومصير المفاوضات وما يجري من تطورات سياسية في اليمن، إضافة إلى تطورات الأوضاع في العراق. الخلافات الخليجية التي ما لبثت أن تهدى حتى انفجرت بعد رفض قطر التوقيع على التقرير النهائي للجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض. صحيفة السفير كتبت حول هذا الموضوع: الدوحة تنقل قيادات الإخوان إلى السودان ومخاوف لبنانية من انعكاسات التجاذب القطري الخليجي. في العراق سجل نزوح أكثر من 2000 عائلة تركمانية من بلدتين في ديالى العراقية هربا من داعش بحسب ما جاء في صحيفة القدس العربي. والعبادي يمهل الأفرقاء السياسيين 72 ساعة لتقديم مرشحيهم للحكومة. أما في اليمن فقد كتبت صحيفة الشرق الأوسط: لجنة الوساطة لم تتوصل إلى حلول، دول الخليج تعرب وعن قلقها من التطورات في صنعاء. هذه الملفات ستكون محور للنقاش في حلقة اليوم مع ضيفنا من الكويت الدكتور أنور الرشيد، رئيس المكتب الخليجي لمنظمة المجتمع المدني. صباح الخير دكتور أنور. يسعد صباحك، اهلا وسهلا، حياك الله وفيك وفي الساده المشاهدين. بس حبيت انوه بان انا لست بدكتور، وانا رئيس المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني. نعم، طيب، شكرا استاذ انور على التصحيح. يعني ربما لافت يعني ما يجري الحديث عن خلافات خليجيه استاذ انور، لماذا انفجر الوضع بين دول مجلس التعاون الخليجي بعدما هدأت في الفتره السابقه، واذا لم نقل انفجار يكاد ان ينفجر الوضع في الخليج؟ حقيقة هو ليس بالمرة الأولى أو في مسيرة مجلس التعاون الخليجي تحدث هذه الخلافات، وإنما هي خلافات مستمرة. وأعتقد بأن هذه المرة هي من أكثر المرات أو أصعب المرات التي مرت على تاريخ دول مجلس التعاون الخليجي بينها كعلاقات دول، وأعتقد بأن هذه المرة سوف تكون فيها حسم تاريخي في هذه العلاقات ما بين دول مجلس التعاون الخليجي، لان ما حقيقة ما يحدث يعني او المطالبات التي تم فرضها على دولة قطر هي بصعوبة بمكان ان تقوم دولة قطر بالموافقة على يعني تصحيح او تنفيذ هذه الاملاءات، خصوصا اذا نظرنا الى ان هذه المطالبات او الاملاءات من قبل دول مجلس التعاون الخليجي اتجاه قطر صعبة التحقيق وتمس أساسا في سيادة دولة قطر، فلا أعتقد بأن دولة قطر سوف توافق على هذه الإملاءات. ويعني تصريحات ضاحي خلفان يمكن واضحة لكل مراقب بأن يعطي عطى في الفترة الأخيرة عدد من المهل. في البداية ذكر خلال 72 ساعة سوف يكون هناك حدث جلل في يعني دول بين دول الخليج، ومن ثم يوم أمس يعني ذكر انتظروا 12 ساعة القادمة، وكل المراقبين اليوم ينتظرون ماذا سوف يكون في الاجتماع القادم إلى الوزراء الخارجية الخليجيين. أنا أعتقد بأن لن يطول هذا الأمر وسوف ينكشف كل ما يمكن أن نعتقد بأنه يمكن أن يأخذ بالأحداث القادمة. طيب أستاذ أنور، يعني ما ربما تسميه إملاءات على قطر من قبل الدول الخليجية الثلاث، تسميه هذه الدول باتفاق الرياض، ومدى التزام قطر بهذا الاتفاق الذي وقعته بحضور أمير الكويت؟ مع الأسف هناك في نقاط غامضة يعني لم يتم نشرها ولم يتم التداول فيها. ما تم ذكره يعني في عدد من وسائل الإعلام او خلال يعني الإنترنت هو ان تم الطلب من قطر ان يعني توقف الإعلام من خلال الجزيرة وقنواتها، وايضا
تم طلب من قطر بأن لا يتم تجنيس المعارضة الخليجية، وهناك بعض الإشارات حول ما يتعلق في الإخوان المسلمين ودورهم ومحاولة طردهم من قطر وإلى آخره. كل هذه حقيقة يعني هي تظل هي يعني هذا ما تسرب يعني إلى وسائل الإعلام. لكن السؤال، هل تستطيع قطر أن تنفذ ذلك؟ ومن ثم هناك في عدد من المراقبين حقيقة تم ذكروا بأكثر من مناسبة بأن إذا كان ملف تجنيس المعارضة الخليجية أو من خلال من دول المجلس التعاون الخليجي إلى قطر، لماذا لم يتم مساءلة البحرين على سبيل المثال بوقف التجنيس السياسي الذي يحصل في البحرين والذي بلغ عدة آلاف، وهناك من يتوقع محاولة يعني تغيير التركيبة السكانية، وهي محاولة لتغيير التركيبة السكانية وإحلال شعب آخر غير الشعب الأصلي للبحرين، وبالتالي ليس هناك في منطق بمعالجة هذه الأمور ما بين دول المجلس التعاون الخليجي. نحن نعرف والعالم كله يعرف بأن دول المجلس التعاون الخليجي اليوم كلها قاطبة هي تتوجس من التغيير القادم، ونحن ذكرنا في أكثر من مناسبة في أكثر من بيان وأكثر من تقرير بأن ما يحصل في المنطقة بشكل عام يعني دول مجلس التعاون الخليجي يجب عليها أن تحاول أن تتكيف مع هذه المتغيرات. اليوم برأينا دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام هي مناوعة لهذه التغيرات وتقف ضد هذه التغيرات، وهناك من يقول دول مجلس التعاون الخليجي مع الأسف الشديد هي تقود اليوم الثورة المضادة للربيع العربي. طيب. لذلك يعني نتمنى أن يكون هناك في عقلانية بالتعاطي مع مستجدات هذا العصر. طيب أستاذ، أنا حتى نفهم منك أكثر، ما علاقة الخلافات الخليجية علاقة الخلاف بين قطر والسعودية، ربما من يتصدر هذا الخلاف بأن يقف الخليج في وجه التغيير، أو خوف خليجي من التغيير؟ طبعا يعني هي اليوم يعني المتابع للاعلام على الاقل الجزيره والتي تعتبر من 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 القنوات القليله التي قادت الدفع في مرحله التغيير، يعني بدءا من البوعزيزي مرورا على ليبيا ومصر واليمن و سوريا والعراق، كلها يعني قادت هذا الحراك التغييري، يعني الجزيرة، ولا نبخس يعني حق هذه المعلومة للمشاهد، يعني الجزيرة عملت نقلة نوعية ونقلة تاريخية بالإعلام العربي يعني. لكن يظل هذا الأمر وتقود قطر، يظل هذا الأمر محل خلاف عربي. يعني كلنا نتذكر الخلاف الذي حصل بين مصر وقطر يعني ما قبل سقوط النظام القديم يعني، وأكثر من مناسبة صرحت قطر بأن يعني الجزيرة عملت صداع. طيب. حقيقي لها. أستاذ أنور، يعني دعني أعود مرحلة التغيير القادمة. نعم، دعني أعود لو سمحت لي إلى موضوع الخلاف الخليجي، إلى أي مدى سيؤثر هذا الخلاف على المنظومة، يعني على منظومة دول مجلس التعاون الخليجي؟ نحن نتحدث عن الآن اصطفاف، ربما قطر من جهة، السعودية، البحرين، الإمارات من جهة، الكويت ما زالت محايدة، ولا نسمع موقف من عمان. يعني خليني أبتدئ من حيث انتهيت. يعني عمان يعني طول عمرها سياستها الخارجية النأي بنفسها عن الخلافات سواء الخليجية أو العربية بشكل عام، وغالبا لا تتدخل بهذا الأمر بأي خلافات. إذا رجعنا قليلا إلى الوراء يعني نتذكر عمان نأت بنفسها عن قطع العلاقات مع مصر أثناء كامب ديفيد، واستمرت على هذه السياسة لغاية اليوم. الكويت يعني تأخذ يعني موقع الرجل الناصح، الرجل الذي يحاول حلحلة الأمور ما بين دول مجلس التعاون الخليجي.
أنا أعتقد يعني هذه المرة كما ذكرت لك يعني الخلاف لن ينتهي كما انتهى انتهت الخلافات السابقة على لا شيء. أنا أعتقد إذن بأن هل المنظومة منظومة مجلس التعاون مهددة؟ فيها متغيرات، هل هي مهددة بالتفكك؟ لا أعتقد بأن سوف تتفكك، لكن يعني يمكن لربما يتم تجميد عضوية قطر، وهذا سوف يكون لها انعكاسات سلبية يعني على بقية العلاقات الخليجية. يعني اليوم نرى أن بأن السعودية، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية والبحرين في جانب وقطر في جانب آخر، والعمان كما ذكرت نأت بنفسها عن هذا الأمر، والكويت تحاول أن تكون هي الوسيط لحل حالة هذه الأمور. كما إذا طرح كما طرح يعني في السابق من خلال بعض المصادر التي ذكرت بأن يمكن أن يكون هناك حظر جوي أو غيره أو خلافة أو تجاري، فلا أعتقد أن هذا سوف يؤثر في قطر، لأن قطر يعني قادرة على احتواء هذه الحبوبات الجاز للتعبير. نعم تم تداولها من خلال بعض المواقع الإلكترونية بأن يكون هناك قد يكون هناك أو هناك من اقترح يعني. مع الأسف الشديد يعني دعيني أذكر هذه المعلومة أيضا مهمة جدا، يعني من المؤسف أن يكون هناك في دكتور يحلل ويكتب المقالات ويصدر يطلب من دول مجلس التعاون الخليجي باحتلال قطر. هذا تعجبت منه حقيقة، يعني كيف يتم نشر مثل هذه المعلومات يعني أو هذه المقالات التي تزيد الاحتقان بين دول مجلس التعاون الخليجي، وربما هي تعبر ولا عن حالة الاحتقان تخف أستاذ هذا الاحتقان. يعني مثل هذه المقالات ربما هي تعبر لا شك عن حالة لا ننكر. نعم صحيح، لا أنكر أن هناك ليس هناك حالة احتقان، لا بل هناك في صراع وتصادم مصالح يعني في دول مجلس التعاون الخليجي، هذا لا شك فيه. لكن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي على الأقل في مسيرتها الماضية، حتى شعوب دول مجلس التعاون الخليجي عندما يعني بدأ هذا الخلاف وتم سحب السفراء من 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 قطر، كل المؤشرات وكل الذي تابعناهم من كتاب ومن إعلاميين ومن يعني آراء سياسية كلها هذه يعني لم تكن مع هذه الخطوة الخليجية. نعم. لم تكن مع هذه الخطوة الخليجية، وبالتالي هي غالبا ما كانت تطمح وتطلب بأن يتم حل هذا الخلاف عبر الطرق الرسمية. نعم. والودية التي كما عودتنا دول مجلس التعاون الخليجي أن تحل خلافاتها بها. نعم أستاذ أنور ابقى معي، سننتقل لاستعراض أبرز عناوين الصحف الصادرة صباح هذا اليوم، وسنعود أيضا إلى موضوع الخلاف الخليجي بعد هذا الرصد مع زميلة هبة الله بيطار، تابعوا معنا مشاهدينا. أهلا بكم، نستهل هذه الجولة من الإمارات العربية المتحدة مع صحيفة الاتحاد، وجاء في عناوينها: حماس تعدم 18 فلسطينيا بتهمة التخابر مع إسرائيل، أونروا أيادي الإمارات الكريمة تلبي نداء أهالي غزة، سقوط خليتين إرهابيتين ومصرع 6 من أنصار بيت المقدس، 74 قتيلا وجريحا في تصادم حافلتين بمصر. وأيضا في صحيفة الاتحاد: مجلس التعاون الخيارات التصعيدية باليمن خروج على الإجماع الوطني، مظاهرات واعتصامات حاشدة للحوثيين بصنعاء. من الاتحاد الإماراتية إلى الصباح العراقية، وفي عنوانها الأول: العبادي يمهل الشركاء 72 ساعة لتقديم مرشحهم، خلافات حادة داخل تحالف القوى العراقية بشأن توزيع الحقائب الوزارية، الجبوري يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق بمقتل المصلين في ديالى، المرجعية رفع سقف المطالب يعيق تشكيل الحكومة، ناشدت الأجهزة الأمنية الإسراع بفك حصار آمرلي. من العراق إلى البحرين مع صحيفة الوسط، ونختار من عناوينها:
اجتماع خليجي ثلاثي حاسم في جدة غدا بشأن قطر. وأيضا في الوسط، كييف تتهم موسكو باجتياح أراضيها بعد دخول قافلة المساعدات الروسية. نبقى في الخليج ولكن ننتقل إلى الكويت مع صحيفة الأنباء، وفيها واشنطن تعد لاستصدار قرار دولي يجيز ضرب داعش في سوريا والعراق. أيضا في الأنباء، حماس تعدم علنا 18 عميلا لإسرائيل في غزة. مشروع قرار أوروبي إلى مجلس الأمن للتهدئة في القطاع. العبادي يدعو المسيحيين إلى عدم الهجرة خارج العراق. ومن سلطنة عمان نختار صحيفة الوطن، وفي عناوينها العدوان على غزة، مشروع قرار بمجلس الأمن، والفلسطينيون يريدون سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال. أكثر من 500 طفل في صفوف الشهداء، والمقاومة تتمسك برفع الحصار. اليمن، أنصار الحوثي يساعدون احتجاجاتهم بصنعاء ويفاوضون الوفد الرئاسي بصعدة. إلى سوريا، وزارة الحلق منتصف الأسبوع بذريعة داعش، أمريكا تلمح لشن غارات بسوريا. الختام مشاهدينا من لبنان مع صحيفة السفير، وجاء فيها دفاعا عن العسكريين الأسرى دفاعا عن لبنان، مفاوضات الإفراج بين أنقرة والدوحة وبيروت والمسار طويل. استدارة في الرؤية الأمريكية لقتال داعش، البحث عن حليف في سوريا والعشائر السنية. غزة، العدو يسابق التهدئة بالغارات والمقاومة ترد بصواريخها. وفي الختام، مذبحة مسجد ديالى ضربة أمنية وسياسية. مع هذا العنوان نصل إلى ختام هذه الجولة. نعود الآن إلى الزميلة وفاء لمتابعة برنامج آخر طبعة. شكرا لك هبة الله بيطار على هذا الرصد لعناوين الصحف الصادرة صباح هذا اليوم. بالعودة إليك أستاذ أنور، اجتماع ثلاثي أو يعني ربما اجتماع رباعي يجمع بين الإمارات والبحرين والسعودية، واللافت دخول الأردن على خط هذا الاجتماع. هل يمكن أن نشهد دعوات لانضمام الأردن لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي كما حدث في الفترة الماضية؟ بداية دعيني أعلق على يعني تعليق بسيط على عناوين الصحف التي تم ذكرها. مع الأسف الشديد يعني هذا هو واقعنا، يعني نسمع يوميا هذه العناوين. الملاحظ بأن ولا عنوان فيه ما يعني يفرح أو عنوان يشد المتابع لأن المستقبل سوف يكون أفضل مما هو عليه الآن. مع الأسف الشديد يعني نحن ننام على أخبار القصف والقتل والتدمير، ونصحى على أخبار التفجيرات والقتل والصراعات والمماحكات. مع الأسف الشديد أتمنى أن تزول هذه القمة عن المنطقة العربية، ونتمنى أن نسمع خبر يوم من الأيام تم اختراع دواء ما، تم إنجاز علمي، يبدو أن كتب علينا في هذه المنطقة أن نعيش بهذه المرحلة. صحيح. مع الأسف الشديد. أما بالنسبة لسؤالك حول اجتماع القد ودخول الأردن في على هذا الخط، مع الأسف الشديد يعني أكثر ما يقلقنا في دول مجلس التعاون الخليجي كشعوب أتكلم وكأحد المتابعين، أن يتم الاستعانة في الأردن كشرطي على شعوب دول الخليج. وقد تابعنا ذلك من خلال ما حدث ويحدث في البحرين، الاستعانة في الدرك والقوات الأردنية لمحاولة القضاء على المطالب المشروعة للشعب البحريني. في الكويت أيضا خلال الحراك الشباب الذي حصل خلال السنتين الماضية، ذكرت بعض المصادر بأن تم الاستعانة في
الدرك الأردني، وهناك من أشار إلى أن بالفعل تم المشاركة، لكن هذه تظل يعني توقعات أو أخبار الشباب الذي تم التعامل معهم بشكل مباشر ذكروا ذلك. أيضا لا ننسى بأن مع الهوجة أو مع انطلاق الربيع العربي دعوة المملكة العربية السعودية إلى إدخال الأردن والمغرب إلى منظومة دول المجلس التعاون الخليجي، ولكن الحمد لله يعني لم تتم ذلك. أما في اجتماع القد نتمنى، واسمحي لي أن أتكلم باسم شعوب دول المجلس التعاون الخليجي، أتمنى أن ينأى الأردن عن الدخول في الشؤون الداخلية لدول المجلس التعاون الخليجي، ونحن الشعوب الخليجية يعني نختلف نتفق نتصارع فيما بيننا، لكن لا نريد أن أحد أن يتدخل بشؤوننا الداخلية، لا من الأردن ولا من إيران ولا من أمريكا ولا من أي طرف آخر. نحن أهل البيت ونحن قادرين على حل خلافاتنا وحل إشكالياتنا التي تنشأ فيما بيننا. لذلك أعتقد أن إدخال الأردن في هذه المرحلة سوف يزيد الاحتقان في دول المجلس التعاون الخليجي أو العلاقات ما بين دول المجلس التعاون الخليجي، ولن يؤدي حقيقة إلى نتيجة إلا المزيد من المآسي، وقد نسمع بكرة في عناوين الصحف كما ذكرتي المزيد من المآسي نتيجة للتدخلات وإدخال عناصر أخرى داخل البيت الخليجي الذي لا يمكن أن يعني يكون بالنهاية لصالح دول المجلس التعاون الخليجي مهما كان قوة هذا الشخص المستعان في يعني، خصوصا ونحن نعرف مع احترامنا وتقديرنا الى يعني الأردن، لأن يعني الأردن يظل هو يمسك يعني بقبضة من حديد على مختلف المفاصل، ومعروف عنه في قوته الاستخباراتية ومعروف عنه في قوته الداخلية وكيفية إدارة هذه الأمور، فما بالك الاستعانة فيهم أو إدخالهم في خلاف خليجي. قادرين كدول مجلس التعاون الخليجي أن إيجاد حل. لذلك أعتقد دخول الأردن سوف يكون عائق ولن يحاول حلحلة الخلافات الخليجية الخليجية. ربما لافت أستاذ أنور التوصيف الذي استخدمته لتوصيف الخلاف الخليجي، تقول بأن هناك إملاءات خليجية على قطر، وهناك من يقول بأن هناك محاولة سعودية للهيمنة على القرار الخليجي، وبالتالي ربما ما يضيق المساحة أمام دول مجلس التعاون الخليجي لاتخاذ القرارات التي تصب في مصالحها وصالحها لصالح المصالح السعودية. إلى أي مدى هذا صحيح؟ يعني لا شك بأن هناك في رعب خليجي يعني من الإخوان المسلمين، يعني رعب واضح يعني تقود المملكة العربية السعودية، يعني أنا كمراقب ومحلل سياسي وتابع الوضع عن كذب، واضح أن هناك في رعب حقيقي من الإخوان المسلمين أو تنظيم الإخوان المسلمين. يعني كلنا شاهدنا ورأينا كيف تدخل الدول المجلس التعاون الخليجي في مصر، وتم إجهاض التجربة الديمقراطية الناشئة، وكيف استطاعت دول المجلس التعاون الخليجي أن تقدم المليارات لمصر لكي يعني يتم تغيير المعادلة السياسية فيها مع الأسف الشديد. وأنا بصفتي حقيقة يعني في هذه الجزئية دعيني أذكر لك شيء وللتاريخ، أنا كنت من ضمن المراقبين الدوليين لمراقبة الانتخابات يعني بالذات اللي تمت الأخيرة الإعادة بين مرسي وشفيق، وكانت انتخابات سليمة، وكانت كل تقاريرنا التي أصدرناها والتي أنا كتبت التقرير بأن هذه انتخابات سليمة وجاءت وفق صناديق الاقتراع، وتم الاجتماع مع مؤسسة كارتر والمعهد الأفريقي الديمقراطية وجمع الدول العربية،
وكان كلنا يعني اتفقنا ان يعني او وصلنا الى نتيجه بان هذه الانتخابات سليمه، لكن دول المجلس التعاون الخليجي اصابها رعب حقيقي من هذا التغيير. وانا ذكرت ايضا بان ليس مش بس الاخوان المسلمين، يعني حتى لو حمدين صباح وصل الى 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 الرئاسه في مصر سوف يتم اجهاض هذه التجربه، لان ليس المقصود الجماعة الإخوان المسلمين تحديدا، وإنما هو المقصود التجربة بشكل عام. لذلك دول مجلس التعاون الخليجي هي اليوم تعاني من فوبيا حقيقية تجاه الإخوان المسلمين. اليوم الإخوان المسلمين أو تيار الإخوان المسلمين هو تيار سياسي حقيقي موجود على الأرض في كل الدول العربية، هذا لا يستطيع أحد نكرانه، وتم محاربته خلال 83 سنة الماضية، يعني من مختلف الأطراف ومختلف الحكومات المتعاقبة سواء في مصر أو غير مصر. لكن أيضا بالنهاية والمحصلة النهائية لم يتم القضاء على هذا التيار، والمحاولة تعديل المعادلات اليوم في الشارع السياسي الكويتي بشكل عام بالشارع العربي بشكل عام، يجب أن يكون هناك انفتاح على بقية التيارات الأخرى كالتيار المدني. نعم. الذي يعني لم يأخذ فرصته حقيقة في أن يكون جزء من المنظومة العربية التي تحاول أن تنهض في مجتمعاتها. طيب. يعني إذا كانت الدول العربية قاطبة وسميها الاستبداد العربي، اسمحي لي بس لو بأن الجزئية هذه إذا قبل أن ننتقل فقط بشكل سريع إلى فاصل الاستبداد العربي. نعم. الاستبداد العربي مع الأسف الشديد يعني استطاع أن يقضي على كل الحركات التي تطالب بمحاولة النهضة في هذه الأمة العربية من خلال الكثير منها، سواء اليسار العربي أو القوميين أو الشيوعيين، كل المنظمات أو التيارات التي حاولت أن تسهم في نهضة هذه الأمة العربية تم القضاء عليها مع الأسف الشديد. وبالتالي كان هناك البديل هو التيار الديني، الذي اليوم نرى كل نتائج اليوم اللي نراها على الساحة العربية هي حصاد ما تم زرعه في الثلاث أو أربع العقود الماضية بتنمية هذا التيار الديني، من ضمنهم تيار الإخوان المسلمين. اليوم كل الدماء التي تسير في المنطقة تسير على على على, على, على نعم. سنواصل الحديث حول هذا الموضوع، ربما نثير التساؤل بعد الفاصل، هل فعلا تشكل جماعة الإخوان المسلمين خطر استراتيجي كما تقول الإمارات على دول مجلس التعاون أم لا؟ ولكن اسمح لي أن ننتقل إلى فاصل سريع ونعود لمتابعة النقاش، ابقوا معنا مشاهدينا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الحلقة من برنامج آخر طبعا، ورحب بضيف الحلقة أستاذ أنور الرشيد رئيس المنتدى الخليجي لمنظمة المجتمع المدني. أهلا بك مجددا أستاذ أنور، هل فعلا جماعة الإخوان المسلمين تشكل خطرا استراتيجيا كما تقول الإمارات على دول مجلس التعاون؟ أولا لمؤسسات المجتمع المدني، تصحيح آخر، المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني. نعم بالضبط، يعني كل المواقف والسياسات والتصريحات يعني واضح أن هناك يعني تخوف حقيقي من قبل دول مجلس التعاون الخليجي من تيار الإخوان المسلمين، ولا أدل على ذلك إلا أن هالاعتقالات التي تمت في الإمارات العربية. وإذا رجعنا إلى التاريخ قليلا يعني وراء، تم الترخيص لممارسة دور جمعية الإصلاح في دول في الإمارات يعني في سبعينيات القرن الماضي، وتم دعمها وتم فتح كل المجالات لها أيضا في الكويت كذلك، وفي المملكة العربية السعودية وفي البحرين، أيضا البحرين كلها يعني تواجد فيها تيار إخوان المسلمين وبدعم من الحكومات العربية أو الحكومات الخليجية. وكلنا نذكر وعشنا هذه الحقبة حقيقة، يعني بعد منتصف السبعينات تحديدا بعد 75 76 يعني تم ضخ الآلة الإعلامية والدفع في التيار الإخوان المسلمين، وتم فتح بنوك وشركات ودعم لا محدود يعني من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي.
لكن مع الأسف الشديد الآن انقلبت الآية وأصبح الإخوان المسلمين اليوم معارضة وأصبحوا هم الخطر الأكبر. طيب إذا كانوا هم اليوم الخطر الأكبر فمن أوجدهم؟ من دفع بهم؟ من قذاهم؟ من فتح كل هذه المؤسسات والشركات والمصادر المالية التي تقدر بالملايين مش 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 بالآلاف يعني؟ لذلك أعتقد بأن لا بد من خلق بعبع لمحاولة السيطرة عليه وتحجيمه. وهم لا شك لدي بأن تيار الإخوان المسلمين تيار كبير وتيار منظم، وبدليل أنه هو التيار الوحيد الذي فاز في معظم الانتخابات التي جرت في المنطقة العربية بعد الربيع العربي، سواء في تونس أو في مصر أو يعني في 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 أيضا بما فيها دول المجتمع الخليجي الكويت، لأن تيار منظم وتيار لديه تنظيم قوي ولديه تمويل مالي كبير. أنا سبق وذكرت بأن لو أنا أحتكم على ربع ما يحتكم عليه من أموال هذا التيار لاستطعت أن أغير المعادلة في المنطقة وأدفع في التيار المدني الديمقراطي الذي يمكن التعايش، يمكن التعايش معه كل الطوائف وكل المكونات الاجتماعية. طيب. اليوم الخوف من التيار الديني بشكل عام هو لا يقبل الآخر. يعني إذا كان التيار الديني بشكل عام لا يقبل من يختلف معه بالمذهب، فما بالك في من يختلف معه في الفكر أو يختلف معه في طيب أستاذ أنور يعني الأيديولوجية في إدارة المجتمع. طيب يعني كنت ذكرت قبل قليل يعني هذه التيارات هي أفراز للمرحلة السابقة، ولكن يعني بعيدا عن هذا الموضوع بالعودة إلى موضوع الخلاف الخليجي الآن يجري الحديث عن هواجس ربما من انعكاسات هذا الخلاف على الملفات الأخرى في المنطقة، على سبيل المثال على لبنان، على سبيل المثال على ملف غزة وما يجري في غزة الآن. إلى أي مدى يمكن فعلا أن ينعكس هذا الخلاف في توتير يعني بعض الدول التي تدخل فيها قطر لاعب إقليمي وتدخل فيها السعودية أيضا كلاعب إقليمي؟ أعتقد بأن إذا لم يتم التفاهم وحلحلة هذا الإشكالية سوف تتعقد الأمور في ملفات أخرى، وهذا واضح يعني أو سوف يوضح أكثر يعني في الأيام القليلة القادمة. فشل المفاوضات في القاهرة والاستمرار في المذابح الصهيونية تجاه الشعب الفلسطيني وإصرار أيضا المقاومة الفلسطينية في غزة الاستمرار إلى النهاية في هذا الصراع، ويعني واضح أنه هناك يعني إصرار أيضا من قبل الأطراف الإقليمية التي هي لها ضلع في هذا الصراع الفلسطيني، وأيضا لا ما أعتقد بأنه سوف ينعكس على بعض المناطق في الدول العربية وفي المنطقة العربية، لأن نحن مع الأسف الشديد الآن وصلنا إلى مرحلة أو الشعوب العربية وصلت إلى مرحلة لم تعد بها الأنظمة السابقة في المنطقة قادرة على مواجهة استحقاقات هذا الزمن من متطلبات تغييرية وخلافه. والشعوب العربية وأنا أحدهم كمراقب ومحلل سياسي واضح بالنسبة لي أن هناك في يعني ثورة مضادة للربيع العربي وإلى آخره. لذلك أنا أعتقد بأن الانعكاس سوف يكون انعكاس خطير، وأتمنى حقيقة من العقلاء في هذه المنطقة. واليوم أنا ذكرت في مقالة لي نزلت اليوم أين المثقف العربي، أين المثقف العربي من هذا الدور؟ هل ينهض المثقف العربي كما نهض مثقفو أوروبا بان أواخر القرون الظلامية التي سيطرت فيها الكنيسة؟ اليوم المنطقة العربية بشكل عام
هي تدفع ثمن قاسي تجاه هذه الشعوب مع الأسف الشديد، لأن التعبئة الأيديولوجية الدينية والبث فكر الخلافة الإسلامية بأن هي المخرج لكل المآزق في المنطقة، وأن الحل يعني هو بالإسلام. أستاذ أنور، ربما البعض يرى الإشكاليات، لكن ربما البعض يرى بأنك متحامل على التيارات الإسلامية، وأن التيارات الإسلامية حاولت على سبيل المثال جماعة إخوان المسلمين حاولت إشراك القوى الأخرى والتعاون مع القوى الأخرى ولم تصادر هذه القوى. يعني هناك ربما اختلاف. لا سيدتي، لا 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 تقوليني ما لم أقول أمانة. يعني أنا لا أتحامل على التيارات الإسلامية، بالعكس أنا من أكثر من دافع عن تواجدها وممارستها لهذه، وطالبت في أكثر من مناسبة وفي أكثر من مقال بأن يتركوا هذه التيارات، والشارع هو الذي يحكم في حالة ما إذا أراد الاستمرارها أو من عدمه. إقصاء أي طرف من أطراف المعادلة السياسية الموجودة في المنطقة ليس حلا سيدتي، وأنا هذا مقتنع فيه أمانة. لا بالعكس، أنا أطالب بأن يكون هناك شفافية أكثر وأن يمارسوا دورهم بشكل علني وفق قانون وليس وفق ما هو موجود الآن في منطقتنا العربية. أنا أقول إذا أي محلل أو مراقب أو مواطن عربي يرى اليوم بأن هذه الدماء التي تسيل في كل المنطقة، إذا يرى هذه الدماء أنها يعني ليست دماء بيد عناصر استقت أيديولوجيتها من الفكر الديني، فليواجهني وليثبت عكس ذلك. أستاذ أنور، باسم الإسلام يتم نحر المواطنين مع الأسف الشديد. نعم، كما تقول باسم الإسلام وليس الإسلام نفسه، لكن اسمح لي أن ننتقل لفقرة اقرأ الحدث ونعود بعدها لاستكمال النقاش. نتابع مشاهدينا. الخليج الإماراتية، وزراء خارجية الإمارات وقطر ومصر والأردن في جدة غدا. أفاد مصدر خليجي للصحيفة أن وزراء خارجية الإمارات والسعودية وقطر ومصر والأردن سيجتمعون غدا في جدة للتباحث في عنوان مصر وتغيرات الوضع المصري نحو التوصل إلى موقف موحد بهذا الشأن. المصدر قال إن مواقف هذه الدول مؤيدة لمصر عدا قطر عبر رسائلها المتناقضة، ولم يستبعد المصدر مناقشة مشاكل عالقة بين مصر وقطر ولها تماس بأزمة قطر وجيرانها كإيواء الدوحة عددا من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين الموجودين على رأس قوائم الإبعاد ضمن آلية تنفيذ اتفاق الرياض التي يستكمل وزراء خارجية دول مجلس التعاون متابعة مستجداتها. الشرق الأوسط، دول الخليج قلقة من التطورات في صنعاء. قالت مصادر سياسية يمنية للصحيفة إن اللجنة الرئاسية التي أوفدها الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي لنزع فتيل الأزمة المشتدة بسبب محاصرة الجماعة لصنعاء لم تتوصل إلى حلول نهائية. المصادر أوضحت أن الحوثيين أصروا على مواصلة احتجاجاتهم رافضين المشاركة في حكومة الوفاق الوطني إلا بعد التراجع عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وهو العذر الذي اتخذوه من أجل تكثيف وجودهم في صنعاء. وأضافت المصادر أنه على الرغم من وجود قوات الجيش والحكومة اليمنية في صعدة والمتمثلة في القيادات العسكرية والأمنية والمدنية التي استقبلت اللجنة الرئاسية، إلا أن ذلك يعد موضوعا صوريا حيث يتحكم الحوثيون بكل الأمور هناك. الصباح العراقية، العبادي يمهل الشركاء 72 ساعة لتقديم مرشحيهم. أمهل رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي الشركاء في العملية السياسية 72 ساعة لتقديم مرشحيهم لإشغال الحقائب الوزارية. سياسيون أكدوا نقلا عن العبادي رفضه سياسة فرض مرشحي الكتل لشغل الحقائب الوزارية إلا وفق المواصفات المعلنة. وذكر مصدر للصحيفة أن حدة الخلافات السياسية تزايدت بين مكونات تحالف القوى العراقية المتمثلة في متحدون برئاسة أسامة النجيفي، وائتلاف العربية برئاسة صالح المطلق، وكتلة الحل برئاسة جمال الكربولي خلال مفاوضات تشكيل الحكومة. وأشار المصدر إلى أن الخلاف دار حول المناصب المتبقية
باقية التي هي من استحقاقات تحالف القوى المؤلفة من منصب سيادي متمثل بنائب رئيس الوزراء ووزارتين. نيويورك تايمز: على السعوديين وقف تصدير التطرف. القاعدة وداعش وبوكو حرام وحركة الشباب الصومالية وغيرها هي جماعات سلفية على مدى 5 عقود مثلت السعودية الراعي الرسمي للسلفية حول العالم، وعلى السعودية معالجة جذور التطرف. أستاذ أنور، ربما يعني نكتفي بالقدر الذي تحدثنا فيه عن الخلافات الخليجية الخليجية، ومن المهم أن نستثمر وجودك معنا في الحلقة للحديث عن الأوضاع الداخلية في الكويت. من يتصفح الصحف الكويتية هذا الصباح يرى بأن هناك ربما خلاف سياسي وليس أزمة سياسية. هل هدأت الأمور فعليا في الكويت كما يبدو ظاهرا؟ لا، طبعا لا شك بأن الهدوء الظاهر هو هدوء، أعتقد هو سوف يكون هدوء ما قبل العاصفة، أو هو بالتحديد هدوء ما قبل العاصفة. اعتدنا في السنوات، طوال السنوات الماضية أو العقود الماضية حقيقة، بأن تكون فترة الصيف هي فترة هدوء، يعني في عطلة برلمانية والناس معظمها خارج الكويت وإلى آخره. لذلك يعني في شهر أكتوبر القادم سوف يكون هناك في حراك حقيقي على الساحة الكويتية. لا زالت المعارضة الكويتية بمختلف توجهاتها وأطيافها يعني تتذمر من الواقع الحالي، وهناك بعض المؤشرات وبعض الأحاديث الجانبية التي تتوقع أن يكون هناك في حل البرلمان في آخر أكتوبر أوائل نوفمبر، وهي تكهنات حقيقة وليس أخبار. أيضا سوف يكون هناك في تعديل وزاري كما ذكرت بعض المصادر أو تتوقع بعض المصادر، لأن استمرار الحال أصبح يعني من المحال حقيقة في السياسة الكويتية، وهناك تدمر كبير سواء بالشارع الكويتي أو من خلال التيارات السياسية المختلفة. اليوم المواطن الكويتي يعني يتدمر ليس بسبب الموقف السياسي فقط لا غير، وإنما أيضا بالموقف الاقتصادي. الدولة سبق وأن أعلنت بأنها رصدت 37 مليار دينار كويتي، وهو ما يعادل تقريبا 130 مليار دولار تحت عنوان خطة التنمية. وأعلنت الدولة خلال الأسبوع الماضي بأن هذه الخطة فشلت، وسبق وأن ذكرنا بأن لا يمكن بأي حال من الأحوال إدارة حكومية يكتنفها كل هذا الكم الهائل من الفساد سوف تكون قادرة على تنفيذ خطة بهذا الحجم. وهذا الكلام سبق وأن قلته قبل 4 سنوات تقريبا في أحد المؤتمرات في جمعية المهندسين، وهذا مسجل ومصور. أتمنى أن يكون لديهم الجرأة المسؤولين بأن يعيدوا بث هذا المؤتمر الذي تحدث به وأكدت بأن لن يكون هناك في خطة التنمية. اليوم الشارع السياسي الشارع الكويتي يتذمر من العديد من الملفات. اسمحي لي شوية لأن هاي نقاط مهمة جدا يعني قامضة على 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 إخواننا العرب في الخارج. تفضل. اليوم المجتمع الكويتي يعاني من أزمات متعددة، يعني وهي أزمات مستمرة. أزمة سكن، يعني نفهم أن يكون هناك في أزمة سكن في بنغلاديش، في 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 نيجيريا، في مصر، لكن لا أفهم كيف يكون هناك أزمة سكن في الكويت. أزمة مرور، أزمة صحة، أزمة تعليم، مناهج تعليمية، كل المجالات حقيقة يعني يصبح المرء ويمسي على العديد من الأزمات منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لذلك الشارع الكويتي اليوم وصل إلى مرحلة من القناعة بأن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هذه الأزمات هي أزمات ليست مفتعلة. سبق وأن تم الترويج يعني من قبل الحكومات المتعاقبة سابقا بأن كل المشاكل والأزمات والمعوقات هي من
المؤسسة البرلمانية. طيب. والآن لهم سنتين مع المؤسسة البرلمانية خاضعة خضوع كامل للإملاءات الحكومية، ورغم ذلك لم يتم تحقيق شيء. لذلك القضية قضية شائكة، وأعتقد بأنها معك أستاذ أنور. أستاذ أنور يبدو بأن أستاذ أنور الرشيد، آسف، هل تسمعني؟ نعم، يعني ربما نتحدث بعد قليل، فقط ننتظر أن يتم علاج هذا الخلل مشاهدينا للحديث واستكمال نقاش مع الأستاذ أنور الرشيد حول الأوضاع الداخلية في الكويت، خصوصا وأن الفترة الماضية شهدنا احتجاجات ربما تطالب بإصلاحات سياسية، تغييرات دستورية في داخل الكويت. تحدثنا مع أستاذ أنور قبل قليل أيضا عن الخلافات الخليجية الخليجية، قال بأن هناك يعني هذا ينبئ أو ربما ينبئ بتفاقم الوضع داخل منظومة دول مجلس التعاون، حذر من دخول الأردن على خط هذه الخلافات كعنصر بديل عن قطر. ويبدو بأن عدنا لأستاذ أنور. أستاذ أنور هل تسمعني؟ اي نعم تفضل. يعني كنا نتحدث عن الاوضاع الداخليه في الكويت، فقط يعني لنتاكد من هذه المعلومه، تقول بان ربما في الكويت يتم حل البرلمان، تغييرات وزاريه على مستوى معين، هل يعني ذلك بانه سيتم حل حاله هذه الازمه في الكويت، ام سنشهد حراك مختلف في اكتوبر القادم؟ بشكل مختصر حتى فقط ننتقل لملف اليمن. نعم، أنا أعتقد بأن التسريبات هذه الأخبار بأن سوف يكون حل في نهاية شهر أكتوبر وإلى آخره هي مجرد يعني محاولة لتطمين الشارع بأن سوف يكون هناك في حلول قادمة، وسوف يتم أخذ رأي الشارع السياسي بعين الاعتبار، خصوصا إذا عرفنا أن المعارضة بمختلف تياراتها قاطعت الانتخابات الماضية، وهي ليست ممثلة اليوم في البرلمان. نعم. وهذه أنا أعتبرها كمحلل سياسي هي خطوة أو مهلة من المعارضة الكويتية للحكومة لكي تقدم ما يمكن تقديمه الى 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 حلحله الازمات والمشاكل والتنميه وخلافه، لكن مع الاسف الشديد ايضا الحكومه لم طيب. تقدم خلال السنتين الماضيتين ما ينقذ قناعه هذا فيما يتعلق بالكويت استاذ انور ويؤكد هذا ايضا من يعني نعم. ربما من الملفات التي ركزت عليها الصحافه لهذا اليوم موضوع اليمن، كيف تنظر كناشط في مؤسسات المجتمع المدني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لما يحدث في اليمن؟ هل سقطت المبادرة الخليجية؟ والله يا سيدتي مع الأسف الشديد يعني التدخل الخليجي في اليمن ومحاولة يعني الحفاظ على النظام السابق وتبديل شكلي، يعني الذهاب بعلي عبد الله صالح والاتيان في الهادي منصور ونائب الرئيس، ويظل الوضع كما هو وكما هو عليه، لا بالعكس يعني زاد سوءا مع الاسف الشديد. انا كنت في اليمن خلال الفتره الماضيه في احدى المؤتمرات، والتقيت بعدد من النشطاء الأكاديميين والسياسيين وقضاة في اليمن الجنوبي، فتخيلي هذه الطبقة يعني اليوم تطالب وتتمنى ما سمعته في وذني أنهم يعود الاستعمار البريطاني لعدن لكي ينقذهم من المأساة التي هم فيها ويعانون منها. أيضا قضية الحوثيين يعني تم يعني تشويه مع الأسف الشديد
منافي للحقيقة. أنا التقيت في الحوثيين، مجموعة من الحوثيين، وتحاورت معهم، واليوم من يتابع أخبارهم والتظاهرات التي يقوم بها هم يريدون تطبيق مخرجات الحوار يعني، ومن يقف أمانة في تطبيق مخرجات الحوار هم الناس المستفيدين من الوضع السابق، ولا يريدون أن تتحلحل الأمور. ورغم ذلك ورغم أن الشعب اليمني مسلح حتى شحمة إذانة مثل ما نقول، نعم استاذ، ولا زال متمسك بالسلمية ولا زال يطالب بالسلمية. وشاهدنا التظاهرة الحوثية أمس كيف كانت سلمية ووصلت إلى قلب العاصمة. شكرا لك استاذ أنور. قيامهم ولا زالوا سلميين ويطالبون بالسلمية. نعم وصلنا لختام الحلقة استاذ أنور الرشيد رئيس المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني. مشاهدينا أشكر لكم حسن المتابعة، نلقاكم بإذن الله تعالى في يوم غد، وإلى اللقاء.